Hello and welcome to Mr. Fluency's channel. This is Mr. Ali. اهلا وسهلا بكم بقناة استاذ علي مستر فلوينسي. هذه هي المحاضرة الاولى لتعلم اللغة الانجليزية من تقريبا الصفر من بداية اللغة الانجليزية. خلنا نبدي باهم الاشياء اللي لازم نتعلمها وكل متعلم لغة انجليزية لازم يعرفها ويخليها بباله، اللي هي الضمائر. الضمائر في اللغة الإنجليزية عندنا 7 من الفاعل. عندنا 1 2 3 4 5 6 7. في كل لغات العالم بغض النظر إذا كانت عربية إنجليزية أو أي لغة أخرى، تتكون الجملة لابد أن يكون بها فاعل وفعل وتكمله. الفاعل عندنا في اللغة الإنجليزية هم 7: she, he, و it, they, we, you, و I. المجموعة الأولى اللي احنا نسميها singular. singular يعني المفرد. singular يعني المفرد. she معنى هي تستخدم مع المفرد المؤنث، وهي بمعنى هو تستخدم مع المفرد المذكر، وإت للجماد وغير العاقل. هذا هو الفاعل المفرد في اللغة الإنجليزية. ومنها نشتق الأسماء: شي نقدر نقول سارة، ليلى، فاطمة، وهي نقدر نقول أحمد، جون، مايكل، وإت تكرمون للحيوان وللجماد، تكرمون للحيوان القطة، تمام، السمك، كل هذه الأشياء. أما لغير العاقل أو الجماد، عفوا الجماد نقدر نقول عليه كتاب، نعوض عنه بيت. هذه بصيغة المفرد. أما بصيغة الجمع، الجمع اللي احنا نسميه شوية الكلمة صعبة، تمام، plural يعني الجمع. singular مفرد، plural جمع. فلما نقول singular subject هذا هو singular subject، plural subject هذا هو plural subject. لما نقول singular subject يعني فاعل مفرد نقول she, he, it. لما نقول plural subject نقول they, we, you and I. بهذه الصيغة. أتمنى كل شيء واضح لحد الآن وما بي أي صعوبة. بالتوفيق لكم إن شاء الله، والتقي بكم بالمحاضرة القادمة.